ليتصور كل واحد منا لو أن كتابا أتاه من والده أو أحد أقاربه الذي قد مات وهو يحبه غاية المحبة، فوصل إليه كتاب منه، أليس محل إجلال وتقدير واحترام؟ لو وصل إليك كتاب من أحد الأئمة الأعلام الذين تجلهم وتقدرهم، من أبي عبد الله مالك بن أنس إلى فلان، أو من أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إلى فلان، أو من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري إلى فلان، أليس محل إجلال وتقدير؟ فكيف لو جاءك هذا الكتاب من أحد الخلفاء الراشدين المهديين، من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب إلى فلان، أو من أمير المؤمنين أبي عبد الله عثمان بن عفان إلى فلان، أو من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب إلى فلان، أو من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن عثمان إلى فلان، أليس محل إجلال وتقدير؟ فكيف لو جاءك هذا الكتاب من أبي القاسم محمد رسول الله إلى فلان، أليس محل إجلال وتقدير؟ لا تستطيع أن تستقبله بشيء غير شغاف قلبك. لو وصل إلى أحد منكم الآن كتاب وهو موقن أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما أغمي عليه أو مات من الفرح، فكيف بهذا الكتاب الذي هو من رب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي خلقه وسواه وشرفه وكرمه؟ هذا الكتاب لا تنظر إليه على أنه أنزل وانتهى، بل هو رسالة إلى كل فرد منا، هو رسالة الله إلى كل فرد يبلغه إلى يوم القيامة، لأنذركم به ومن بلغ. وقد أرسله الله تعالى إليكم بطريقة لا يمكن أن يتناولها شك ولا ريب.